بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، اهلا وسهلا بكم بالسيشن الرابع من الهيلث اند ديزيز اللي هو سورس اوف فاريشن، مصادر الاختلاف. وهذا الاختلاف اما ان يكون سيستماتيك او ان يكون راندوم باي تشانس. زين، خلينا نجي لهذين المصطلحين اللي هو سيستماتيك والراندوم باي تشانس اللي كلش يتكررن بالهيلث اند ديزيز. سيستماتيك اللي هي معناها شنو؟ معناها سيجنيفيكانت. سيستماتيك معناها سيجنيفيكانت. زين، راندوم باي تشانس معناها شنو؟ نون سيجنيفيكانت. هاي ما تخليوها ببالكم. سيستماتيك شنو معناها؟ معناها تغير حقيقي يصير بالقيم، هذا بسبب شنو؟ بواسطه عامل، قد يكون تحسن الخدمات الصحيه او سوء الخدمات الصحيه او تحسن الدايكنوسيس، ليس صدفه، نو تشانس. بينما الراندوم باي تشانس هو من اسمه تشانس، هاي فرض حظ او يكون صدفه، وهذا احنا ما نقدر نتحكم به. يعني اذا كانت بالسيستماتيك، اذا كانت بسبب سوء الخدمات الصحيه، احنا نقدر شنو مثلا نقول له فد ادفايس حسن الخدمات الصحيه. بينما راندوم باي تشانس ما نقدر نحسنه ولا نقدر شو اسمه، ليش؟ لان هو تشانس، صدفه. فنعطي مثال عليها. مثلا بالشهر الاول من سنه 2022 سوت مديريه صحه النجف انسيدنس على يمن، معدل ايش قد مصابين بكورونا. فلاحظوا بالشهر الأول أنه المصابين 12، بالشهر الثاني 11، بالشهر الثالث 10، بالشهر الرابع 13. فلاحظوا أنه هاي الزيادة، إذا قاعد تلاحظون هاي الزيادة اللي هي مرة تزود واحد، مرة تنقص واحد، مرة تبقى 12، ومرة 10، مرة 9، فهذا شنو؟ هذا التغيير يصير random by chance، صدفة، مرة يزود واحد، مرة ينقص واحد. ولكن إذا بالشهر السادس مثلا سووا انسيدنس للمصابين بكورونا، لقوا انه 85 واحد مصاب، فهذا اكيد التغير شنو؟ سيستماتيك، يكون قد يكون بسبب عامل، هذا العامل اما ان يكون تحسن الخدمات الصحيه او لا، بسبب زياده الدايجنوسيس او لربما بسبب قله الوعي والى اخره. زين، فمثلا بالشهر السابع نزلت معدل الاصابات الى ولا اصابه. فمن نجي نشوف شنو هذا السبب، هل التغير هم اما ان يكون، هل هو سيستماتيك لو راندوم باي تشانس؟ نلاحظ انه تغير سيستماتيك، لان من كان 12 الى 10 11 اصابه الى ولا اصابه. فمن نجي بحثوا لقوا انه بسبب وجود عامل اللي هو اما ان يكون بسبب تحسن الخدمات الصحيه، زياده الوعي والى اخره. فهذا هو سورس اوف فاريشن، مصادر الاختلاف، كنا اما ان يكون سيستماتيك او راندوم باي تشانس. نجي الى الليرنينج اوبجكتيف. احنا ندري انه هذا الاختلاف اما اللي هو اما سيستماتيك او راندوم باي تشانس، وين يصير؟ بين من وبين من هذا الاختلاف؟ هذا الاختلاف اما ان يكون بين الاوبزرفيشن، بين الاوبزرف وبين الترو تندنسي اندرلايننج، يعني يصير هذا الاختلاف بين الاوبزرف وبين الترو اندرلايننج تندنسي، الواقع او المعدل العام. زين، هسه نجي احنا الى مصطلحين جديدات كلش راح نجي نستعملهن بهاي المحاضره، اللي هو التندنسي والاوبزرف. التندنسي اللي هو يمثلوه بالمعدل العام او الواقع. من نجي مثلا مهم نفذ مديريه صحه النجف، نفرض انه عدد سكان النجف هو 10000 واحد، فتجي هي بالشهر الاول لقيت انه 12 اصابه بكوفيد 19 بكورونا، بالشهر الثاني 8 اصابات، بالشهر الثالث 10 اصابات، بالشهر الرابع مثلا 18 اصابه، بالشهر الخامس اصابتين والى اخره. فبالنهايه خلال 12 شهر حصلت 144 اصابه، قسمتها على 12 طلع المعدل العام المين اللي هو التندنسي ايش قد طلع؟ طلع 12، هذا المعدل العام او التندنسي ترو اندرلايننج 12 واحد. هذا منين جاي؟ جاي من فحص جميع شنو؟ جميع السكان. زين، بينما نجي الى الاوبزرفيشن، اوبزرفيشن معناها انه اخذ لي السامبل، جينا من هاي ال 10000 اخذنا السامبل اللي هو الف واحد، فحصناهم ذول الالف، لقينا انه 8 من عندهم مصابين. فهاي الثمانيه مال الاوبزرف، هاي الاوبزرف تختلف عن ال 12 اللي هي التندنسي. هذا الاختلاف اما ان يكون قلنا سيستماتيك او ان يكون شنو؟ random by chance. فإحنا المطالبين من عندنا هل نعرف هل هذا الاختلاف، هل هذا الاختلاف systematic لو random by chance
شلون نعرف هل هو بهجيب كيف نجي نجاوب؟ لا، لازم حسب طريقتين، حسب اختبارين. اما حسب الهايبوثيسس اللي هي نيل فاليو، النيل هايبوثيسس نظريه العدم، او حسب ال 95% كونفيدنس انترفل يعني الاختلاف، اما ان يكون سيستماتيك او راندوم باي تشانس، هذا شلون احدد انه سيستماتيك او راندوم باي تشانس باي طريقه؟ اما التيست هايبوثيسس او عندنا ال 95% كونفيدنس انترفل، اما حسب نظريه العدم او حسب ال 95% سي كونفيدنس انترفل. زين، مثل ما قلنا انه الاوبزيرف اللي هو شنو؟ اللي هو انه اخذ سامبل واجي افحصهم هذول السامبل. السامبل جزء من البوبوليشن، واما اسوي له انسيدنس او اسوي له بريفالنس او انسيدنس ريت ريشيو، وهذا كلش راح يفيدنا بالحسابات. اما الترو اندرلايننج تندنسي اللي هو المعدل العام الواقع. زين، واكو فت هذا المثال حكاه الدكتور، وهو نفسه احنا اخذناه بالسمول جروب الثاني او الثالث. مثل ما تشوفون انه هذا، اذا تتذكروه بالسمول جروب، هذا الخط كان يمثل هذين النقاط. نفرض انه هنا نقاط، هذا النقاط هنا، فهذين النقاط كان يمثلن، كان يمثل التندنسي المين المعدل العام، بينما هذا الخطوط اللي منا واللي منا واللي بهن دوار هذين الاوبزيرف. زين، زين هذا learning objective الثاني، إيش راح نعرف؟ describe how observe، شلون observe راح يفيد نهاية to لمعرفة the true underlying. إحنا مثل ما قلنا أنه tendency من الصعوبة واحد يقيسها أو يحصلها. ليش؟ لأن tendency من جاي من قياس جميع، من فحص كل population، وبالتالي حصلنا عليه من على القيمة اللي تمثل الواقع. زين، احنا من الصعوبه كلش انه نقيس كل البوبوليشن، فلذلك اكو راح تجينا ملاحظه شكل لك انه احنا نعتمد على الاوبزرفيشن على مود شنو؟ على مود نحدد التندنسي، يعني التندنسي بصعوبه نحصلها. فبالتالي انه الاوبزرف راح يفيدنا نحدد هل الاوبزرف تمثل الواقع او ما تمثل الواقع عن طريق النظريات اللي هي اما الهايبوثيسس او الكونفيدنس انترفل. مثل ما قلنا هنا انه هذا الاختلاف اما سيستماتيك او راندوم باي تشانس، راح نحدد هذا عن طريق الهايبوثيسس نيل او الكونفيدنس انترفل. فهو هذا الفكره وما بيها من هاي المحاضره كلها، انه احنا عندنا الاختلاف، هذا الاختلاف نوعيتين اما سيستماتيك او راندوم باي تشانس، وراح نحدده نعرفه او نتيقن انه هذا الاختلاف سيستماتيك او عندنا تشانس عن طريق شنو؟ اما الهايبوثيسس نيل فاليو او عن طريق الكونفيدنس انترفل. هنا انا شي اقول لك، احنا عرفنا شنو هو التندنسي وعرفنا شنو هو الاوبزرفيشن، بس خلينا نجي نقرا نشوف خف اكو شيء. هنا يقول لك الكونز تينز تو برودوس ايكوال نمبر اوف ذا هيد اللي هو الصوره والتيل، يعني يقول لك يا بهاي العمله تعطينا قيمه متساويه انه من الصوره ومن الكتابه. فاهم شنو معناها؟ معناها التندنسي انه المعدل العام تعطيك صوره او تعطيك كتابه. فمثلا اذا شمرت 10 مرات المفروض تعطيك 5 صوره 5 كتابه. التندنسي معناته شنو؟ هو 50 50%. ولكن من تجي سويناها اوبزيرف، اخذنا جربناها، فلربما ايش تطلع لنا؟ تطلع لنا صفر هيد و10 تيل، او بالعكس، او لربما تطلع عندنا 4 تيل و6 هيد. فايش قال لك؟ قاعد يقول لك اذا طلعت 4 هيد و6 تيل فهذا لربما راندوم فاريشن، ولربما شيء يكون سيستماتيك. فاحنا يكون نعرف شنو هذا الاختلاف، وبالتالي نحدده لو هو نحدد عن طريق التيست هايبوثيسس او عن طريق شنو؟ ال 95% كونفيدنس انترفل. الهدف هو الرئيسي من هاي المحاضره هو مو انه يعلمك شنو هذا وشنو هذا المثال وشنو لا، انه اهم شيء انه تطلع من هاي المحاضره تعرف شلون تفسر الهايبوثيسس وشلون تحسب لي الكونفيدنس انترفل. فهنا معطينا بعد امثله على الراندوم فاريشن اللي هو يقول لك الافرج المعدل العام، مثلا مثال اللي هو الافرج معدل العام 4 اصابات في المينينجايتس، المينينجايتس، المينينجايتس اللي هو هذا المرض، المعدل العام مالته الواقع مالته اللي هو 4 اصابات في الشهر. فمن نجي بهاي مدينه ليستر شير، فجوي سوى اوبزيرف
لاحظوا انه بعض الاشهر يكون بها 10 اصابات، بعض الاشهر ما بها اصابه. وهنا هذا المثال الثاني نفس الفكره، راح نرجع لهيدن هنا. فشوف شو يقول لك، يقول لك الترو او اندرلايننج تندنسي الافرج ايش قد هذا؟ اربع كيسات بير ماوث، ولكن من سوينا الاوبزرفيشن لقينا بالشهر الاول اصابتين، بالشهر الثاني 5 اصابات، بالشهر الثالث 4 اصابات. هاي من سوينا اوبزرفيشن. فهذا الاختلاف شنو؟ هل هو راندوم باي تشانس لو هو سيستماتيك؟ احنا راح نعرفه عن طريق اما هايبوثيسيس او عن طريق 95% كونفيدنس انترفل. وهذا الاكزامبل الثاني نفس الفكره، يقول لك 15% اللي هو التندنسي. فمن اجى اخذوا اوبزيرف سامبل، احنا متفقنا انه الاوبزيرف معناها ياخذ سامبل جزء من العينه. فمن اجى اخذوا هذا الاوبزيرف اللي هو 1001، لاحظوا انه مره 123 واحد مصاب. فمن اجى وحسبوا النسبه طلع 12.3%. فلربما هاي 12.3% لربما يجي باحث ثاني هم ياخذ اوبزيرف هم ياخذ سامبل تطلع عند 16، باحث ثاني تطلع عند 17. فاحنا نريد نعرف هل هذا التغير اوبزرفيشن لو سيستماتيك. زين يجي هذا المثال اللي قلت لكم عليه مهم، هاي الملاحظه يقول لك يا اور اوبزيرف فاليو از اور بيس استيميت اوف ذا ترو اندرلاينينج تندنسي. يعني يقول لك احنا ما عندنا التندنسي، فلذلك الاوبزيرف هي راح تستخدم لتقييم التندنسي او ترو اندرلاينينج. باللينينج اوبجيكتيف الثاني مثل ما وضحنا فوق، قلنا انه هذا الاختلاف لو سيستماتيك لو راندوم فاريشن. فمن خلاله شلون نعرف هل هذا سيستماتيك او راندوم فاريشن؟ عن طريق الهايبوثيسيس نال فاليو، او عن طريق شنو؟ ال 95% كونفيدنس انترفال. 95% كونفيدنس انترفال. فاول شيء هسه احنا راح ناخذ الاي اللي هي هايبوثيسيس، وراها البي راح ناخذ الكونفيدنس انترفال. من نوصلها نجي الآن إلى testing hypothesis أو ما تسمى بالنيل hypothesis، نظرية العدم. نظرية العدم تفرض لي أنه ماكو اختلاف بين الأوبزيرف والتندنسي، وإذا صار أكو اختلاف بين الأوبزيرف والتندنسي فهذا الاختلاف شنو؟ by chance، random by chance. المطلوب من عندي أنا أنه أحدد هل كلام هذه النظرية صح أو خطأ؟ هل كلامها صحيح أنه هذا الاختلاف أنه ماكو اختلاف بين الأوبزيرف والتندنسي، وإذا صار أكو اختلاف فهذا شنو؟ باي تشانس، أو لا كلامها خطأ ومو باي تشانس إنما شنو؟ سيستماتيك. فهو هذا المطلوب من عندي. شلون أعرف أنه هذا شلون أعرف النظرية صحيحة أو خطأ؟ عن طريق البي فاليو. فمثل نرجع لهذا، قلنا احنا الاختلاف اما ان يكون سيستماتيك او ان يكون شنو؟ راندوم باي تشانس. شلون نعرف هذا هذا الاختلاف شلون نعرفه سيستماتيك او راندوم باي تشانس؟ عن طريق شنو؟ عن طريق اما التيست هايبوثيسيس او ما تسمى نيل فاليو او نيل هايبوثيسيس، او عن طريق شنو؟ 95% كونفيدنس انترفال. هاي النظريه شو تقول؟ تقول انه ماكو اختلاف بين الأوبزيرف والتندنسي، وإذا صار أكو اختلاف فهذا الاختلاف راندوم باي تشانس. أنا المطلوب من عندي أنه أشوف هل هذه النظرية صح أم خطأ، عن طريق شنو؟ عن طريق البي فاليو. البي فاليو ما مطلوب حساب وغالبا ينطيها بالسؤال، إنما المطلوب شنو؟ تفسرها. واضح؟ إذا كانت البي فاليو شلون أعرف هاي النظرية صح لو خطأ؟ مال التستينج هايبوثيسيس اعرف عن طريق البي فاليو. اذا كانت البي فاليو اكبر من 0.05 معناها النظريه مال النيل هايبوثيسيس صحيحه. واضح؟ يعني اذا هي النظريه شو تقول؟ تقول يا انه ماكو اختلاف، واذا صار اكو اختلاف فهو شنو؟ باي تشانس. اذا النظريه صحيحه فشنو؟ شو تقول النظريه؟ تقول الاختلاف باي تشانس. اذا شو وقت تصير النظريه صحيحه؟ اذا كانت البي فاليو اكبر من 0.05. اما اذا كانت البي فاليو اقل من 0.05 فمعناها النظريه شنو؟ خطا. هي النظريه شو تقول؟ تقول انه الاختلاف اذا صار فهو باي تشانس. اذا قلنا النظريه خطا فمعناها باي تشانس، لو مو باي تشانس مو باي تشانس شنو؟ سيستماتيك. اذا سيستماتيك. اذا كانت البي فاليو اقل من 0.05 فمعناها شنو؟ النظرية خطأ، مرفوضة، غير مقبولة، والاختلاف هو سيستماتيك. أما إذا كانت البي فاليو أكبر من 0.05 معناها النظرية أكسبت، مقبولة وموافق عليها،
والاختلاف هو باي تشانس. زين يجي واحد مرات يسأل يقول أنا أشتبه أنه أنسى، يا هي أنسى أنه إذا أكبر فهي شنو وإذا أصغر فهي شنو، يشتبه بيناتهم. فسهلة أنه إذا كانت هاي طريقة أنه على مود تميز بيناتهم، إذا كانت البي فاليو أقل من 0.05 معناها شنو هسه؟ معناها أنه مؤيدين للنظرية ماكو، قليلين كلش، وإذا مؤيدين للنظرية قليلين فالنظرية شنو؟ خطأ، ما راح نشتغلها، فذن الاختلاف سيستماتيك عكس النظرية. أما إذا كانوا المؤيدين كلش هواي فالنظرية صحيحة واللي هي باي تشانس. زين التستينج هايبوثيسيس اللي هي شنو؟ أنه نفرض فرضية، هاي فرضية على التندنسي، هاي الفرضية تكون علمية وبأرقام. زين هذني أنواع الفرضيات اللي راح نفرضهن. أولا يقول لك the true prevalence of هذا المرض TB in given population، هاي فرض فرضية أنه يقول لك فرضنا أنه التندنسي هو 2 per 10,000. زين هنا ايش يفرض لنا؟ يفرض لنا أنه الكوينز هي شنو؟ عادلة، وبالتالي الهيد والتيل المفروض ايش قد تطلع النسبة؟ 0.5. فهنا شنو انواع الفرضيات؟ احنا المطلوب من عندنا نشوف هل هاي الفرضية صح لو خطأ. فرض ان هاي الفرضية قال يابا انه التندنسي هو 2 per 10,000، وانا الاوبزيرف مثلا طلع لي 5 per 1,000، فاجي اشوف هل هذا حسب النظرية هل هذا صح لو خطأ، اشوفه عن طريق البي فاليو، هو غالبا يعطيني اياها بالسؤال. وهاي ايضا وعدنا هنا شنو يفرض لنا انه بالنيو دراك يستعملوها بالنيو دراج انه افضل او اسوأ من الدراج القديم. دائما شي يفرضون؟ يفرضون الراشيو اللي هي 1، يعني هاي الفرضيه مالتهم 1، وهنا كل شويه راح استعمل هاي الفرض الواحد، انه دائما نقول النيل هايبوثيسس 1، نيل هايبوثيسس 1، يعني شنو 1؟ معناها القديم الجديد والقديم، او هذا المرض وهذا المرض ماكو بيناتهم اي اختلاف، هذا 10 وهذا 10، فبالتالي نتقسم 1/1 نتقسم 10/10 شو يطلع؟ يطلع 1. هذا شنو؟ هاي اذا كان ريشيو. اذا كان ديفرنس يعني تناقص، 10 من 10 يطلع 0، هو هذا الفرق. زين وهنا أنا ايضا بين العمليه انه العمليه جديده وقبل العمليه يفرض انه ماكو اي اختلاف. هاي انواع الفرضيات مال النيل هايبوثيسس. نجي هنا شي يقول لك؟ يقول لك انه احنا قايل لك calculate the probability of getting an observation as extreme. احنا الحساب مال البروبابيلتي او البي فاليو ما مطالبين به، الحسابات ما مطالبين بها. وهسه راح نجي نشوف بالملزمه، اصلا هاي الملزمه مكتوب انه الحسابات مع البي فاليو ما مطالبين بها، لان البي فاليو حساباتها شويه بها معادلات كلش طويله. زين هنا شيء يقول لك نفس الحكي، انه يقول لك هاي اذا النظريه نشوف هل النظريه، فهنا شيء يقول هل الهايبو هل الاوبزيرف، راح نستعمل الاوبزيرف على مود شنو؟ نقيم الهايبوثيسس النظريه مالتنا اذا هي صحيحه او خطا. نستعمل الاوبزيرف، نستخدم عمود القيم النظريه مالتنا. هنا قاعد يقول لك البروبابيلتي او البي فاليو اذا كانت فيري سمول يعني اقل من 0.05 معناها هاي النظريه مالتنا شنو؟ ما نعتمدها، ما نطبقها. واضح؟ هذا السطر قال الدكتور ماكو علاقه به، شي يقول هسه احنا خلينا نوخره نشوفه. انه يقول لك احنا مو متعودين انه اذا البي فاليو اقل من 0.05 معناها شنو؟ مو معناها النظريه خطا، وبالتالي النظريه خطا وراح يكون الاختلاف شنو هو؟ سيستماتيك. احنا شنو معتمدين على هاي العباره الثانيه، انه راح اذا كانت اقل من 0.05 معناها النظريه خطا. بس هو هنا بالسطر اول شيء يقول انه فد اشياء صارت، عوامل صارت والنظريه تبقى صحيحه، ما لنا علاقة بهذا الخط، هذا قال الدكتور ماكو علاقة به. زين
هذا البروبابيلتي يسموها بي فاليو، حسابها ما مطلوب ولكن التفسير مالتها مطلوب. هنا شنو ايش قال؟ ان منطينا الهايبوثيسيس النظريه الفرض ان اياها the coin is fair. هاي النظريه هي احد هذني النظريات، مو احنا قلنا هذني اربعة انواع من النظريات، فهاي وحده من هذني النظريات. زين، اجى الاوبزرف اللي جربها، اخذ عينه واجى قام يشمرها وشافها، لقى انه طلعت له 10 هيد صوره وصفر تيل كتاب. زين، اللي يريد يشوفه انه السؤال مالته، هل الاوبزرفيشن هاي اللي طلعت لنا مال العينه اللي هي توافق لو لا على الهايبوثيسس اللي هي هاي النظريه اللي طلعت لنا فوق؟ فاجى هو المفروض يعطينا البي فاليو، بس هو هنا هذا مثال محلول، فهو حاسب لنا البي فاليو، احنا حسابها ما مطلوب قبل، هو راح يعطيك البي فاليو 2 بالالف. فانت راح تجي تشوف هاي البي فاليو 2 بالالف اكبر لو اصغر من 0.05، طلعت اصغر من 0.05، فبالتالي النظريه مات مرفوضه، reject the hypothesis that the coin is fair. يعني وبالتالي رفضنا النظريه مات، فالاختلاف هو ليس تشانس، انما هذا الاختلاف صار سيستماتيك، لربما الكوين هذا العملة تكون معوجة، فبالتالي قاعد تطلع كلها صورة، أو لربما هو إيده ما أدري بيها أو القاع عوجة. فإحنا هاي النظرية البيانات اللي طلعت لنا اللي هي 10 صورة وصفر تيل كتابة inconsistent the hypothesis، هي تناقض النظرية، ضد هاي النظرية اللي تقول هيك. زين، هذني المميزات، او احنا مو قلنا المطلوب من انه نفسر ما مطلوب من عندنا نحسب البي فاليو، ولكن المطلوب من عندنا انه نفسرها. فاذا قال لك البي فاليو اقل من 0.05، فمثل ما قلنا انه اذا البي فاليو اقل من 0.05 الداتا اللي طلعت لنا inconsistence the hypothesis، تناقض النظريه، نظرية اللي تقول by chance ولكن المعلومات اللي طلعت لنا هي تناقض النظرية. ليش؟ لأن الـ p-value أقل من 0.05. زين، substantive against the hypothesis، إحنا شنو؟ الواقع اللي طلع لنا هو شنو؟ مخالف للـ hypothesis. هذا اللي تقدر تقول، خاف يقول لك المميزات، شنو الفرق بين الـ p-value الأكبر والـ p-value الأقل من 0.05. reject the stated hypothesis، احنا راح نرفض هاي النظرية، والobservation اللي طلع عنا اذا هو عكس الobservation اللي طلع عنا اذا هو مخالف للنظرية اللي تقول by chance، فاذا الobservation اللي طلع عنا هو شنو؟ significant systematic. احنا بالبداية اول صفحة عرفنا شنو هو systematic والsignificant. اذا كانت اكبر من 0.05 فعكس هذني اللي قلناه فوق، النظرية راح تكون، البيانات اللي طلعت لنا راح تكون تماثل وتوافق الهايبوثيسس، الواقع اللي هو ويا الهايبوثيسس، واخر شيء الاوبزرفيشن هو شنو؟ باي تشانس. اكو فد اشياء، اكو هاي النظريه مالتنا بيها فد خطا بسيط، اللي هو شنو هذا؟ اللي هنا شنو؟ اولا البي فاليو اربيتري، اللي هي شنو معناها؟ معناها حديه، يعني حديه، انه اكبر من 0.05 تعتبر شنو؟ باي تشانس، اقل من 0.05 تعتبر شنو؟ عندنا سيستماتيك سيجنيفيكانت. فهذني القيم شويه ما راح يفيدنا كلش، لان احنا ندري انه بالطب اكثر شيء احنا نستعمل الرنج، مثلا يقول لك الضغط مالتك، الرنج مالته من الواطئ الى العالي، وهكذا احنا دائما نستعمل الرنج، ما يفيدنا انه كلمه واحده حديه قبل. زين، الشغله الثانيه انه هذا significance يعتمد عليه من على sample size، وهذا يعني فد شيء اكثر شيء اذا احنا نعرف شلون نحسب البي فاليو هذا راح يفيدنا. شنو معناها؟ معناها انه عندنا احنا قطعه معدنيه اذا شمرناها 3 مرات النتائج تختلف عن اللي اذا شمرناها 100 مره، ربما تختلف عن النتائج، لربما احنا من شمرناها 3 مرات طلع لنا باي تشانس، بس من شمرها 100 مره
احتمال يطلع لنا سيستماتيك. وثالث شغله اللي هاي كلش تجي حتى بالام سي كيو اللي يقول لك شنو السيجنيفيكانت، هاي النظريه اللي راح هاي النظريه كلينيكالي امبورتنت، مو مهمه، ليست مهمه شنو سريره، هو هذا انه هذا الاحصائيات اللي استعملناها سيجنيفيكانت ليست مهمه شنو كلينيكالي سريري. زين، بس مو معناها انه هاي النظريه ابد ما نستعملها، لا، اذا كانت القيمه مع البي فاليو هي واحد بالهاي 0.001 او اذا كانت 0.6 فهنا النظريه كلش راح نعتمدها وراح تطلع القيم مالتها صحيحه ودائما نستعملها اذا كانت القيمه هيك. بس اذا كانت القيمه متقاربه يعني 0.05 او 0.51 بالالف او 49 بالالف فهنا شويه ما راح نحبذ نستعمل هاي النظريه. وهنا اللي همات ما وضحناها عدل انه ليش هاي النظريه كلينيكالي مو يعني ما نستعملها هواي، لانه ندري انه اذا جربنا في الدواء جديد وطلع هذا الدواء الجديد مثلا عدد الاصابات او عدد الوفيات بالدواء الجديد هو 172 بينما بالدواء القديم 176 وفاة، فهاي الفرق شوية هو صح طلع عنا انه ال 172 افضل من 176، بس هاي الفرق ما راح نستفاد من عنده كلش. لذلك بس اذا طلع عنا مثلا شلون هاي طلع عنا مثلا دواء جديد اثنين حالات وفاة، فبهاي الحالة راح نعتمد على هاي النظرية. زين، هنا أنا معطينا مثال اللي هو بهذا المثال شي يقول لك أنه ب 2004 أجوا حسبوا الأوبزيرف يعني أخذوا سامبل وحسبوها لقوا المورتاليتي ريت بالإيست ميدلاندز اللي هي قد يساوي 10 بير ألف بير يير، يعني هنا حاسب لك إياها كاملة ما يحتاج أنه أنت تقسم وتضرب. زين، وبالنورث إيست مال إنجلاند إيش قد الريت نعطيك إياها 11.4، علما انه البي فاليو قد اصغر من 0.05 هاي طوكيا بالسؤال. بحاله ما مطلوب من عندك تحسبها، بس بحاله واحده المطلوب من عندك انه تطلع لهم قيمه البي فاليو بالكونفيدنس انترفال يردون من عندك البي فاليو. هسه راح نعرف احنا شلون نطلع البي فاليو بالكونفيدنس انترفال. زين، السؤال يقول لك هل ترو اندرلايننج او التندنسي واضح ديفرنت or نفس مال الأوبزيرف، تختلف له هي نفس هالأوبزيرف. فإحنا شرح نجي شو نسوي إذا منطينا ريت واحد incidence rate أو mortality rate واحدة فنجي نعتمدها هي واحدة، بس إذا منطينا اثنين فلازم نطلع الراتيو. نطلع الراتيو اللي هي نقسم 11.4 على 10 يطلع لنا 1.14%. الفرضية مالتنا لازم نفرض باعتبار حسب النيل هايبوثيسس، الفرضية تفرض أنه ماكو فرق بين الغرب وبين الشرق وبين الشمال الشرقي من انجلند. اثنيناتهن الفرضيه تفرض لنا انه اثنيناتهن شنو نفس الشيء، الفرق اللي بيناتهن واحد. اذا صار اكو اختلاف وصدق هذا لقينا اكو اختلاف، هنا الفرضيه فرضت لنا واحد لكن احنا لقينا بالواقع شنو 11.14. الفرضيه شو تقول؟ تقول هي المفروض ماكو اختلاف، بس اذا صار اكو اختلاف فهذا باي تشانس. زين، اجي اني يكون اشوف هل هذا حكي النظريه صح لو خطا، فهو منطيني البي فاليو اللي قايل لي اصغر من 0.05، اذا بما انه البي فاليو هاي يعطيك اياها بالسؤال، بما انه البي فاليو اصغر من 0.05 فبالتالي احنا شنو راح النظريه ما راح نعتمدها. النظريه اللي تقول باي تشانس تقول هذا الاختلاف اللي صار هو باي تشانس، هاي النظريه شنو راح نرفضها، وبالتالي الاختلاف شنو سيجنيفيكانت سيستماتيك. المثال الثاني يقول لك انه باللوكيميا هذا اللي يصير بالميال معدل الوفيات بانجلند وبويلز هي 75 بير مليون. شوفوا هنا أنا حاسب لنا اياها بير مليون، واحنا قلنا احنا اغلب شيء نستعملها بير الف، بس مو معناها انه ما نقدر نستعمل بير مليون، بس من مستعمله هو بير مليون شو مسوي كاتب. بس هسه احنا ايضا ما نحتاج نحولها بير الف، لان بالريشيو من راح نحسب نقسم مليون على مليون، وبالتالي ايش راح يصير؟ راح
يروح على الاثنينات. زين، ومنطيك الريت الثاني مع 2004 لان احنا حاسبين ب 2009 طلعت 75 بير مليون، 2004 طلعت 65 بير مليون. همات يكون يقول لك علما انه البي فاليو اكبر من 0.05. هل ترو اندرلاينج تختلف لو نفس الاوبزرف؟ بما انه منطينا اثنين ريت، ريت اول وريت ثاني، فاحنا شلون نجي نطلع الريشيو؟ نقسم ال 65 على 75 يطلع لنا الريت ريشيو اللي هي 0.87. نجي نفرض الفرضيه مالتنا شو تقول؟ تقول انه ماكو اختلاف بين 1971 و 2004. المفروض ماكو اختلاف، واللي هو ايش قد يطلع؟ يطلع واحد. لان اذا ماكو اختلاف وماكو اختلاف فنقسم واحد على واحد، اثنيناتهم متشابهات، يطلع الناتج واحد. زين، هذا الفرضيه مالتنا. ونكمل الفرضيه شو تقول؟ تقول اذا صار اكو اختلاف، اذا صار اكو اختلاف فهذا الاختلاف باي تشانس. شوف وصلك صار اكو اختلاف. خلينا نجي نشوف هل حاج النظريه صحيح لو خطا. قلنا احنا هسه ديج السا وينها، قلنا انه نعتمد على مود نريد نعرف هذا الاختلاف راندوم لو سيستماتيك عن طريق النيل هايبوثيسيس. النيل هايبوثيسيس عرفنا انه تفرض انه ماكو اختلاف، واذا صار اكو اختلاف فهو باي تشانس. نريد نعرف صح لو خطا عن طريق البي فاليو اللي هو ما مطلوب نحسبها، بس يعطينا اياها، هو يعطينا اياها، احنا المطلوب من عندنا نفسر. ف حسب البي فاليو اللي مطينا اياها، هو هذا السؤال، حسب البي فاليو اللي مطينا اياها انه قال لنا البي فاليو اكبر من 0.05، هل هاي النظريه نشوفها صح لو خطا؟ بما انه البي فاليو اكبر من 0.05 فمعناها we cannot reject the null hypothesis. احنا ما نقدر، ما راح نقدر نرفض النظريه، راح نعتمدها هاي النظرية، ما راح نقدر نرفضها، فبالتالي راح نعتمدها. النظرية كانت تقول أنه ماكو أي اختلاف، وإذا صار هذا الاختلاف فهو random by chance، والصدق طلع random by chance. learning objective الثاني كلش مهم. خلصنا الأي اللي كان يسولف لنا على testing hypothesis أو ما يسمى بالنيل hypothesis. نيجي الدور راح ناخذ confidence interval، كون في 95% confidence interval. زين، اولا يكون هسه احنا نعرف شنو الفائده من الكونفيدنس انترفل. بس خلينا نكتب من خلال الكونفيدنس انترفل راح نحصل او نعرف اربعه اشياء. يعني الفائده مال الكونفيدنس انترفل راح من خلالها نحصل او نعرف اربعه اشياء، اللي هي اولا نعرف البي فاليو. يعني احنا صح البي فاليو ما مطلوب من عندنا نحسبها، ولكن حسب الكونفل بال 95% كونفيدنس انترفل مطلوب من عندنا شنو؟ نعرف البي فاليو. هسه احنا راح نعرف شلون نعرف البي فاليو من خلال ال 95% كونفيدنس انترفل. ولكن اذا حسب النيل هايبوثيسيس لا، هو يعطيك اياها بسرعه. زين، نعرف التندنسي. احنا ندري انه التندنسي من الصعوبه كلش واحد يعرفها. ليش؟ يعني التندنسي تريد تسوي فحص لكل المجتمع، واضح؟ وبالتالي تطلع لنا الواقع او المعدل العام، على عكس الاوبزرف اللي ياخذ له سامبل. فالتندنسي من الصعوبه واحد يحصلها، لذلك احنا من خلال الكون 95% كونفيدنس انترفل راح نعرف التندنسي. كذلك نعرف السامبل سايز، اذا كانت الكونفيدنس ليميت هذني اذا كانت وايد فهاي شنو السامبل سايز صغيره، اما اذا كانت نيرو فالسامبل سايز الماخذ كلش كبير. ليش هو؟ شوف، هو كل ما تصير نيرو، كل ما تصير نرور معناها شنو؟ معناها هو قاعد ياخذ سامبل سايز كلش كبير، فقاعد يقترب من مين؟ يقترب من التندنسي، يقترب من المعدل العام. فبالتالي هي التندنسي وين نلقاها احنا؟ التندنسي نلقاها بين الابر وبين اللور. احتمال هنا التندنسي، احتمال هنا، احتمال هنا، ما ندري وين التندنسي. فهو كل ما ياخذ اكبر، كل ما يقترب من البوبوليشن، كل ما هاي تصير اقل، فبالتالي راح نعرف التندنسي بالضبط وين. وسهلنا جاية ما تنشرحها. وكذلك أهم شيء إحنا راح نعرف السيستماتيك والراندوم باريشن. إذن الكونفيدنس انترفل الفائدة مالتها أنه نعرف البي فاليو، نعرف التندنسي، نعرف السامبل سايز، نعرف السيستماتيك أو راندوم باريشن. هنا يقول لك الإبدوميولوجيست والهيلث سيرفيس مانجر
هذول شنو؟ هذول يردون يعرفون التندنسي. ليش يردون يعرفون المعدل العام أو الواقع؟ على مود يشوفون يقيمون الحالة المرضية الموجودة بالمجتمع، وبالتالي يحسنون الخدمات، يطورون عندنا البيئة الصحية مالتهم. فيردون شنو؟ يعرفون الـ underlying tendency وكذلك الـ disease and health care need، وبالتالي شنو؟ يوفرون يعرفون الأنماط الصحية والمرضية. زين، وكذلك احنا من هنا راح نجي راح نعرفه انه هل هو systematic variation او random variation من خلال confidence interval 95% confidence. صدق هم ليش سموه 95؟ ليش هاي النسبة اللي حاطيها 95%؟ ال 95% confidence interval معناها شنو؟ خلنا نرجع هنا. احنا مو عندنا هذا اللور وهذا الابر اللي احنا راح نحسبه من خلال الكونفيدنس انترفل. يقول لك التندنسي ما متاكدين من عندها بنسبه 100%، لا، بنسبه 95% هي موجوده بمكان من هذني الاماكن. كل ما تاخذ سامبل سايز اكبر معناها راح يقلن حدود الثقه، هذني راح يقلن الابر واللور، وبالتالي راح يحصن هاي الابر وهاي اللور. كل ما تاخذ اكبر، خلينا نمسح عن هذا الزيادة، كل ما تأخذ the sample size أكبر أكبر، فمعناها حدود الثقة هذني راح يصيرن شنو؟ راح يصيرن أضيق، وبالتالي يحصلن tendency ونحصل على قيمة أضبط. ليش؟ شنو معناته إحنا أخذنا أقل؟ شنو معناته إحنا أخذنا sample size أكبر؟ معناها اقتربنا من tendency، يعني زودنا sample size مكان ما ألف صار في 9000 قريب لل 10000 اللي هو عندنا البوبوليشن. زين، هذا السلايد شيء واضح. اولا قبل كل شيء احنا عرفنا الاختلاف اما ان يكون سيستماتيك او راندوم باي تشانس، وعرفنا انه شلون نحدد هذا الاختلاف اللي هو سيستماتيك لو راندوم باي تشانس عن طريق لو تيست هايبوثيسيس اللي هي نل هايبوثيسيس اللي شرحناها بالسلايدات اللي قبلها، أو عن طريق الـ 95% confidence interval، وعرفنا أنه هاي تنطينا أو عدم المميزات أنه نعرف من خلالها التندنسي والبيفاليو، وأما الفاريشن هل هو systematic أو random by chance، وكذلك نعرف أربعة من عدهن اللي هو sample size. فهنا منطينا أنه شلون فكرة مثال بسيط شي يقلك؟ يقلك يا با الكونفيدنس راح نستعمل الكونفيدنس 95% كونفيدنس انترفل اللي هي سي ال، هذا الرمز معناته سي اي. زين، الابزيرف ريت ريشيو بالمثال السابق ايش كده اخذناها؟ اخذناها 0.87 حاوية 0.87. زين، الكونفيدنس ليميت اللي هي الابر واللور حاسب لنا اياهم وطينا اياهم، بس احنا بالامثله اللي وراها راح نعرف شلون نحسب. زين، شي يقول لك هسه احنا ايش راح نشوف؟ متاكدين مو احنا من خلالها راح نعرف التندنسي والسامبل سايز ونعرف هذا اللي يقولين. فهسه يجي شي يقول لك the true rate ratio اللي هي التندنسي lies somewhere between 0.59 إلى 1.14. يقول لك إحنا متأكدين 95% أنه التندنسي، ما متأكدين 100%، لا، 95% متأكدين أنه التندنسي تقع بين اللور للأبر، يعني احتمال هنا احتمال هنا احتمال هنا احتمال هنا. إذن خافي يقول لك أين بالconfidence interval، يقول لك حدد التندنسي، يقول لك إحنا متأكدين 95% أنه التندنسي true underlining value تصير بين الابر وبين اللور. زين، وبعد ايش قايل لك؟ هسه هاي اولا حددنا التندنسي، ثاني شيء راح من خلالها نحدد البي فاليو. شوف هسه احنا انت تقدر هيك تسوي، تقول هسه التندنسي عرفنا شلون حددنا، هسه نجي الى البي فاليو، ورا البي فاليو راح نعرف هل هو سيستماتيك لو عدنا راندوم باي تشانس. زين، واخر شيء راح نعرف من خلالها السامبل سايز.
فهسه التنس عرفنا شلون حددناها من خلال الكونفدنس انترفل، هسه نجي للبي فاليو. البي فاليو شلون نعرف قيمتها من خلال الكونفدنس انترفل؟ اذا كان الواحد اللي هو النيل هايبوثيسيس، اذا كان بين الفتره يعني بين ال 59 بين اللور وبين الابر، فمعناها شنو؟ فمعناها البي فاليو اكبر من اكبر من 0.05. واذا نشوفوا حددنا البي فاليو وما حددناها، شلون عرفناها؟ بما انه النيل هايبوثيسيس اللي هي الواحد موجوده ضمن الفتره انسايد، فمعناها شنو؟ معناها البي فاليو راح تكون اكبر من 0.05. زين، اذا البي فاليو اكبر من 0.5 بالنيل هايبوثيسيس بديش الفرضيه، ايش قلنا؟ قلنا اذا البي فاليو اكبر من 0.05 فمعناها شنو؟ سيستماتيك لو راندوم باي تشانس. اذا راندوم باي تشانس شلون حددناها؟ زين، والسامبل سايز انت راح تعرف تحددها من خلال الكونفدنس ليميت، انه اذا وايد فمعناها شنو؟ معناها السامبل سايز غيره، واذا نيرو هذا اللي نيرو فمعناها السامبل سايز كبيره. فهنا نيرو شوف شو قاعد تلاحظ كلش، يعني بيناتهم شوف 59% و 1.14 يعني كلش صغيره المسافه، فلذلك شنو معناها السامبل سايز اللي ماخذها كبيره. فهنا ايش قاعد يقول لك؟ قاعد يقول لك هنا هايبوثيسيس كونسيستنت وذ ذا داتا، هل هي موافقه للداتا؟ نعم موافقه. ليش؟ لان عندنا نيل هايبوثيسيس صايره ضمن الفتره، وبما انه ضمن الفتره معناها البي فاليو اكبر من 0.05 فالنظريه موافق عليها، فالبيانات تمثل النظريه. زين، هنا قاعد يوضح لك انه النيل هايبوثيسيس اذا داخل الفتره داخل الكونفدنس انترفل فمعناها شنو؟ البي فاليو اكبر من 0.05، وبالتالي ايش راح نحصل على راندوم فاريشن. ليش؟ لان احنا بالتيس هايبوثيسيس بالنيل هايبوثيسيس مو قلنا انه اذا البي فاليو اكبر من 0.05 معناها المؤيدين هواي، وبالتالي النظريه مال النيل هايبوثيسيس صحيحه. وإذا النظرية صحيحة اللي هي شو تقول؟ تقول ماكو فرق، وإذا اكو فرق هو راندوم باي تشانس. فهنا نفس الشيء، أنه النيل هايبوثيسيس إذا داخل ال 95% كونفدنس انترفل معناها شنو؟ البي فاليو أكبر من 0.05. فشوفوا احنا ما مطالبين أن نحسب البي فاليو بهذيك مال النيل هايبوثيسيس، بس لا يقول لك احسب لي البي فاليو من خلال كونفدنس انترفل. انت راح تجي تحسب هي وتعرفها هل هي اكبر او اصغر. شلون تعرفها؟ اذا نيل هايبوثيسيس داخل الفتره فهي اكبر، واذا نيل هايبوثيسيس خارج الفتره، يعني شنو قصدي نيل هايبوثيسيس؟ يعني الواحد، يعني اذا الواحد داخل الفتره فمعناها البي فاليو اكبر من 0.05. اذا الواحد نيل هايبوثيسيس اتفقنا انه الواحد احد الفرضيات الاربعه، اما اذا نيل هايبوثيسيس خارج الفتره يعني احتمال هنا او هنا فمعناها شنو؟ معناها البي فاليو اقل من 0.05 وبالتالي راح يطلع سيستماتيك. شو يقول لك؟ يقول لك الاوبزيرف اللي هي هاي النقطه، هاي الاوبزيرف دائما اولويز وذين ذا 95% كونفيدنس انترفل، دائما تلقاها داخل كونفيدنس انترفل، ومدقق لك اياها بصوره ادق. يقول لك وين موجوده؟ بالميدل، موجوده بوسط الكونفيدنس انترفل. هاي شنو هي؟ الاوبزرف. زين، هنا شو يقول لك؟ يقول لك يابا انه هاي اللي قلت لكم عليها، انه قلت لكم هو كاتبها بنص العباره انه انت ما مطلوب تحسب البي فاليو من خلال نيل هاي، بس مطالب انه شنو؟ تفسرها. ويقول لك انه انت تقدر تحسب لي البي فاليو عن طريق الكونفدنس انترفل. واضح؟ شوف شو يقول لك؟ Do not have to know how to calculate the p value. ما تحتاج تعرف من خلال عود، يعني تجيب معادلات رياضيه وتضرب وتقسم وما ادري شنو تحسب البي فاليو، لا، بس انت مطالب انه تعرف تحسب البي فاليو من خلال الكونفدنس انترفل. انه اذا انت تعرف الكونفدنس انترفل فتقدر شنو تحسب له البي فاليو. هنا هم تراجع هذا البقيه حج ما بيفاده. هنا يقول لك البي فاليو انه اقل من 0.05 فمعناه شنو؟ سيجنيفيكانت. واحنا وضحنا شنو السيجنيفيكانت، شنو السيستماتيك، شنو راندوم باي تشانس، شنو النون سيجنيفيكانت. زين، ويقول لك انه تقدر تستعمل الكونفدنس انترفل تو دو ذس، يعني تعرف انه البي فاليو اكبر او اصغر، وبالتالي تعرف انه سيجنيفيكانت او نون سيجنيفيكانت. زين، هم هنا هم راجعه عايده، يقول لك ما تحتاج انه تحسب بي فاليو ان اذر واي اوف ذيس موديول، بس يكون تعرف تحسب البي فاليو
عن طريق الكونفيدنس انترفل. زين، هسه شلون نحسب الكونفيدنس انترفل؟ الكونفيدنس انترفل اهم شيء يميزها اللي هي الكونفيدنس ليميت اللي هي اللور والابر. فاحنا اذا اريد نحسب الكونفيدنس انترفل لازم نعرف شلون نطلع اللور والابر. والكونفيدنس انترفل هي الرنج اللي يكون بين الكونفيدنس ليميت، الرنج اللي يكون بين اللور والابر. هنا ايش قايل لك؟ قايل لك 95% confidence interval is the range from the lower الى شنو؟ الى الابر. زين، شلون نحسب هسه احنا الكونفيدنس انترفل؟ قلنا عن طريق لور وابر. اللور والابر شنو قانونهم؟ الابر قانونه انه تضرب لك الاوبزيرف، وهسه راح نعرف او ليش احنا قلنا باول سلايد انه قلنا شنو هو الاوبزيرف. الاوبزيرف قلنا يشمل، وقلت لكم هذا فينا بالحسابات، اما الانسيدنس او الانسيدنس ريت ريشيو او البروفيلنس او الاس ام ار. وهسه راح نجي، انا دائما ما اكتب اوبزيرف لان خاف تشتبهون بين هاي الاوبزيرف وبين الاوبزيرف مان. هسه بعدين هسه من راح نجي نحط ملخص القوانين، هسه كل هذا يوضح لكم. البي فاليو الابر العفو شلون تحسبها؟ انه الاوبزيرف تضربها بمن؟ تضربها بالايرور فاكتور. الايرور فاكتور هم لها قوانين تحسبها. زين، اللور انه الاوبزيرف اللي هي قلنا اما الكونفيدنس انترفل، الاوبزيرف اللي هي قلنا اما انسيدنس او انسيدنس ريت ريشيو او الاس ام ار، تقسمها على يمن؟ تقسمها على الايرور فاكتور. زين، هنا هو شرح لك اياها، يقول لك اللور شلون والابر شلون. الاوبزيرف فاليو اللور الاوبزيرف فاليو تقسمها على الايرور فاكتور، والابر الاوبزيرف فاليو تضربها بالايرور فاكتور. سواء يقول انا ما راح تشتبه بين التقسيم والضرب، ما اعرف يا هي اقسمها يا هي اضربها. شوف دائما الصغير اذا تريد تكبره فش تسوي؟ تقسمه. والابر اذا دائما الكبير شنو يضرب الصغير؟ فالضرب هيك. هنا معطينا مثال يقول لك يا بي if you observe 50 new cases، معطينا new cases اللي هي 50 واحد، البوبوليشن هو 2000 واحد، والسنة اللي هي 5 سنوات. فهسا احنا اذا اريد نحسب الكونفيدنس انترفل يكون نعرف الابر واللور. قانون الابر مثل ما قلنا انه الاوبزيرف نضربها بالايرور فاكتور، واللور هي اوبزيرف نقسمها على الايرور فاكتور. فشلون نحسب هسه الاوبزيرف؟ شلون نحسب الاوبزيرف؟ الاوبزيرف اللي هي قلنا لو انسيدنس، لو انسيدنس ريت ريشيو، لو قلنا لو انسيدنس ريت، لو انسيدنس ريت ريشيو، لو اس ام ار. فهنا شنو؟ بما انه مطينا قيمه واحده واضح population، فما عندنا بس نحسب الانسيدنس. الانسيدنس شنو قانون الانسيدنس ريت؟ قانونها نيو كيسز على البوبوليشن تضربها في بريد الفتره الزمنيه، الدور تضربها بير الف. فمن راح تقسم هذا يروح ويا هاي الصفار الخمسه هنا بها 10، فتقسم 2 وال10 ايش قد يطلع؟ يطلع 5 بير الف على يير. الايرور فاكتور شلون نحسبه؟ الاكسبونيشن اللي هو هذا الثابت رياضي، شلون اللين وشلون اللوغ وهذني. زين، الاكسبونيشن تضربها بمن؟ بالاثنين جذر واحد على دي. هذا دي شنو معناها؟ الدي معناها الكيسات اللي مطيك اياها، الكيسات الموجوده. اذا عندنا مطينا كيسات وحده فاحنا شنو نحط؟ اذا مطينا اثنين كيسات فنقول جذر واحد على دي 1 زائد جذر واحد على دي 1 زائد واحد على دي 2. هسه ما ادري اكو مثال عليهن، وهم اذا ما فهمتوا من ذاك المثال عندنا ملخص للقوانين راح تفتهمون عليه. فالاكسبونيشن نضربها في 2 جذر 1 على 5 على 50. هاي ال 50 مين حصلناها؟ هاي ال 50 اللي هي النيو كيسز. فمن نجي نجذر ونقسم ونطلع الاكسبونيشن يطلع الناتج 1.33. فحصلنا احنا على الاوبزيرف اللي هو 5 بير الف، وحصلنا على الايرور فاكتور. فهسه صار بكل سهوله نطلع الابر واللور. من طلعنا الابر واللور، شوف هنا شلون قاعد يوضح لك اياهن، شلون حسب لك حسبنا الانسيدنس ريت، وهنا شلون حسبنا الايرور فاكتور، وشلون طلع لك الابر واللور. فمن طلعنا الابر واللور شوف يقسم طلعنا اللور، يضرب طلعنا الابر. فشنو نسوي؟ نجي نرسم
نحط اللور ونحط الأبر، الدور نحل ذني. إذا قال طلع لي التندنسي، فنقلها تندنسي 95% هي موجودة بين اللور وبين الأبر. إذا قال البي فاليو نشوف إذا نيل هايبوثيسيس اللي هي الواحد موجودة ضمن الفترة، فالبي فاليو إيش راح تكون؟ راح تكون أكبر من 0.05. إذا ما موجودة ضمن الفترة فراح تكون أصغر. بس الواحد موجودة ضمن الفترة؟ لا ما موجودة. إذن البي فاليو راح تكون أصغر من 0.05. وإذا البي فاليو أصغر من 0.05 معناها إيش راح يكون؟ راح يكون سيستماتيك. واضح؟ راح يكون سيستماتيك. زين. سيستماتيك. السامبل سايز هنا شوف الفرق بينات الثلاثة، فأتوقع السامبل سايز هنا الوايد، وبالتالي السامبل سايز راح يكون شنو؟ سمول اللي ماخذ. هو غالبا السامبل سايز شلون يحدد لك اياه؟ انه ينطيك اثنين يقول لك واحد وايد واحد نيرو، ايش قد السامبل سايز؟ هذا البقيه هذا شلون قاعد اشرح لك شلون تحل. هسه نجي لي المثال الثاني اللي هو شنو؟ منطيك الكيسات اللي هو 200 نيو كيسز، ومنطيك 8000 اللي هو الاوبزرف العفو البوبليشن، والفتره الزمنيه 5 سنين. صدق هو هنا منطين ايش قد اخذ السامبل سايز 50، فلذلك طلع السامبل سايز مات صغير، فبالتالي صار الليمت اللي هي وايد، بينما هنا ماخذ 200 فاكيد الليمت الكونفدنس ليمت راح يصير اقل نيرو. زين فهسه احنا ايش راح نجي شو نسوي؟ بما انه منطينا نيو كيسز والهذني راح نجي نحسب الانسيدنس ريت. فمن نجي نحسب الانسيدنس ريت هما تنقسم 200 على 8000 في 5 الفتره الزمنيه، والدور شنو مضروبها في 1000. فهنا شو مسوي؟ يكون نضربها بعدين في 1000، ومن نضربها في 1000 شوف بس هنا شنو المفروض هنا نضربها بعد في 1000 بس دقيقه خلينا نحطها فوق في 1000، فهاي راح تختصر ويا هاي، وعدنا هنا راح يصير 8 في 45 دقيقه، هنا راح يبقى عندنا 200 على 40 يعني في 45 و 200 فوق، نجي هاي نختصرها ويا هاي، ايش قد يكون الناتج؟ يطلع الناتج 5 بير 1000، 5 بير 1000 على ير. بس هو ايش قد مطلع الناتج؟ مطلعه 5 بالالف بس ما ضرب في 1000 سنه، بعد ما ضرب، شلون هو شو مسوي؟ مقسم، شوف هنا أنا مقسم وضارب بدون ان يضرب في هاي، وطالع عنده الناتج كلش صغير، وبعدين ضاربه بير 1000، شوفوا شلون لاحظوا؟ فاحنا على مود نمشي على سياق واحد، فهنا المفروض من هنا نجي نضرب في 1000 ونطلع الانسيدنس ريت هو كامل بير 1000، على مود شنو يصير اسهل لنا حتى بالقسمه واسهل لنا بالضرب. بس هو هنا شو مسوي؟ ما مقسم ما ضارب بير 1000، مخلص ومن مخلص ضاربها بير 1000. زين هسه احنا شنو حصلنا على اللور وحصلنا على الابر، هذا اللور بعد ان ضربه بير الف وهذا الابر، نجي شو نسوي؟ نرسم، لازم نرسم. فمن نجي نرسم حصلنا على اللور وحصلنا على الابر كونفيدنس ليمت. زين التندنسي نقول له 95% التندنسي موجوده بين اللور وبين الابر. البي فاليو اذا كان النيل هايبوثيسيس الواحد موجود فهي شنو؟ معناها اكبر من 0.05، اذا كان ما موجود فمعناها اقل من 0.05، فالبي فاليو ما موجوده، العفو الواحد ما موجود ضمن الفتره، فلذلك شنو البي فاليو اصغر من 0.05، واذا البي فاليو اصغر من 0.05 فمعناه شنو سيستماتيك، والسامبل سايز هنا كبير لو صغير، بما انه ماخذ بما انه هذا نيرور تقريبا والسايز اللي ماخذه، فنقدر نقول هو يعني سمول السامبل سايز يكون شنو ماخذه كبير مقارنه بما مقارنه باول واحد، هذا 50 وهذا 200، هذا طلع الكونفدنس ليميت وايد، هذا الكونفدنس ليميت اضيق من ذاك نيرو. زين نجي هذا السؤال اللي وراه،
ايش منطينا؟ منطينا نيو كيسز وبوبوليشن يير، يعني سنه واحده، وين منطينا 16 كيس، واضح حمات نيو كيسز وبوبوليشن. هنا يختلف عن ذاك هذني الاسئله، هنا كان منطينا شنو يعني كيسات واحده، واضح. فكنا نطلع انسيدنس ريت، هنا ايش منطينا؟ منطينا اي ومنطينا بي، فاحنا هنطلع الانسيدنس ريت مال اي والانسيدنس ريت مال بي، ودون نطلع الانسيدنس ريت ريشيو. اذا فبال من نريد نطلع اللور والابر، هسه باللور بالقانون الرئيسي شنو نقول؟ مو شنو نقول؟ اوبزيرف تقسيم ايرور فاكتور، واحنا قلنا الاوبزيرف اما ان يشمل لنا الانسيدنس ريت او انسيدنس ريت ريشيو او الاس ام ار او المورتاليتي ريت او اي وحده من هذني. زين، فش وقت الانسيدنس ريت اذا منطينا كيسات واحده؟ شو وقت الانسيدنس ريت ريشيو اذا منطينا شنو؟ اثنين كيسات، والاس ام ار حسب اذا هو منطيناها او هسه راح نشوف. اتوقع لكم مثال سمول جروب. زين، فهنا راح نطلع الانسيدنس ريت مال الاي، نقسم 12 على 2000 في البيريد سنه واحده، الدور نضربها في 1000، ايش قد راح يطلع الناتج؟ 6 بير 1000. وهنا 16 كيسز عمات نفس الشيء، الدور راح نقسم 6 على 4، عمود نطلع الانسيدنس ريت ريشيو اللي هو انسيدنس ريت على الانسيدنس ريت الثانيه، فراح يطلع 1.5. هنا هو شو مسوي؟ ما ضرب بير 1000، والدور نقسم هاي على الانسيدنس ريت على الانسيدنس ريت، طلعنا الانسيدنس ريت ريشيو. هو عادي اذا تريد تطلع الانسيدنس ريت ريشيو ما يحتاج تقسم لين، راح شلون هي الانسيدنس ريت بير الف، فهاي الالف ويا هاي الالف راح تروح هي والسنه، بس احنا الافضل شيء شنو؟ نقسم. ليش؟ على مود هي تصير شمره ايد. فحصلنا على الانسيدنس ريت ريشيو اللي هي ايش قد؟ 1.5، هاي اللي هي حصلنا. زين، هسه نجي شنو؟ نحسب الايرور فاكتور. الايرور فاكتور الاكسبونيشن نضربها بيمن؟ في 2 جذر 1 على دي زائد 1 على دي 2، مثل ما قلنا انه اذا كيسات وحده فنكتفي بواحد جذر 1 على دي، اذا 2 كيسات ف1 على دي 1 زائد 1 على دي 2، اما اذا اس ام ار راح يصير جذر 1 على اوبزيرف. زين، هنا هسه راح نجي الامس امار، هسه جايتنا مطرين الايرور فاكتور هذا حسبهن وطلع الناتج 2.5، واحنا اللي طلعنا اللي هو الانسيدنس ريت ريشيو 1.5، فحسبنا اللور وحسبنا الاور، هذا اللور وهذا الاور، اللور نقسم الاور نضرب الانسيدنس، شوف نقسم الانسيدنس ريت ريشيو نقسم على الايرور فاكتور، وهنا ايضا الانسيدنس ريت ريشيو نضربها بالايرور فاكتور. فمن نخلص راح نجي نرسم التندنسي اللي هو بين 95، متاكدين بنسبه 95% انه بين الكونفيدنس ليميت. البي فاليو انه نشوف الواحد ضمن الفتره مو ضمن الفتره؟ نعم ضمن الفتره، اللي هو هذا احنا تقريبا هذا اللي هو الواحد النيل هايبوثيس، اذا الواحد موجود فمعناها البي فاليو اكبر من 0.05، وبالتالي راح يكون راندوم فاريشن. السامبل سايز هنا مش راح يكون نارور لو وايد، هنا راح يكون السامبل سايز وايد، باعتبار شنو السامبل سايز راح يكون صغير لان الكونفيدنس ليميت اللي هي وايد. لهنا خلصت المحاضره، نجي الى هذا ملخص للقوانين مال السيشن الثالث، هذني مال السيشن الثالث، وهنا علاقه طبعا بالسيشن الرابع، وهنا ملخص قوانين السيشن الرابع. بالسيشن الثالث عرفنا الانسيدنس ريت اللي هو معدل الوقوح، ورمزنا له بالاي ار، قلنا النيو كيسز على التوتال بوبوليشن في الفاريد، وهاي قلنا القيمه اللي راح تطلع كلش صغيره نضربها في 1000 على مود شنو نكبر. فالبريفلنس ريت عدد الكيسات على التوتال بوبوليشن، اما نسوي نضربها في 1000 او نسبه مئوي. زين، انسيدنس ريت ريشيو اللي هي ريت على ريت، وبالتالي مال اكسبوز على ان اكسبوز احتمال او الريت على ريت، فهاي القيمه اللي راح تطلع اقارنها ويا الواحد، وعرفنا انه اذا اكبر من واحد واذا تساوي واحد شنو، اذا اصغر من واحد. نجي الاس ام ار قانونها اللي هو توتال اوبزيرف على توتال اكسبكتد. زين، التوتال اوبزيرف شلون نحسبه؟ عرفنا هذا بالسمول جروب،
أنه قد يعطينا Observe 1 وObserve 2 وObserve 3 اللي هو الكيسات اللي موجودة. واضح؟ شلون الدي؟ هذا بالضبط شلون الدي؟ مو احنا شنو نقول جذر واحد على دي؟ الدي شنو؟ تقدر الكيسات الموجودة فوق. فالObserve همات نفس الشيء الكيسات الموجودة فوق. فنحسب الObserve 1 والObserve 2 والObserve 3 يطلع الObserve Total أو احتمال عندنا Observe 4. والExpected شنو قانونها؟ الInstance Rate بير ألف اللي هو مع الإكسبكتد 1 مقسم على ألف الدور نضربه في البوبوليشن مع الستدي 1، وهذا أيضا حلينا حلية سمول جروب، وقلنا أنه قد نحصل على إكسبكتد 1 وإكسبكتد 2 وإكسبكتد 3 نجمعها نحصل على توتال إكسبكتد، وهذا نضربه في 100 كل الناتج على مود شنو؟ على مود نحصل SMR، والSMR نقارنها مع نقارنها مع 100، إذا تساوي 100 إذا أكبر من 100 أو إذا أصغر من 100. الشغلة اللي ما رد تكتبها أنه قانون الأبر واللور شنو إش كاتبين فوق كاتبين هاي شوف إش كاتبين فوق كاتبين إذا نرجع لها كاتبين observe value، بس إحنا همات عندنا بالSMR في شيء اسمه observe، بس هذا الobserve يختلف عن هذا الobserve. هذا الobserve كنا نقصد به شلون الدي، واضح بالضبط شلون الدي اللي هو الكيسات الموجودة فوق، يعني شلون هذين الكيسات، شلون هذين الكيسات اللي هو 12 كيس 16 كيس، واضح. بينما هنا الobserve شو يقصد بيها؟ الobserve اللي هنا يقصد بيها الincidence rate أو الانسنس ريت ريشيو أو الاس ام ار، واحتمال هنا مو بس انسنس ريت احتمال بس ريت اللي هي مورتاليتي ريت بروفنس ريت كيف زين. الابر انه وحدة من هذني حسب اذا هو منطينا كيسات وحدة وبوبوليشن وبيريد فنحسب الانسنس ريت، اذا منطينا اثنين كيسات نحسب الانسنس ريت ريشيو. الاس ام ار همات اكو بسمول جروب بروبلم بي على الاس ام ار، فاما نضرب بالار فاكتور او نقسم بالار فاكتور. الار فاكتور شلون قانونها؟ قانونها للإرور فاكتور اللي هو الإكسبونيشن 2، هاي ليش حطيت دائرة؟ لأن احتمال إذا إنسنس ريت فجذر واحد على دي، إذا إنسنس ريت ريشيو فجذر واحد على دي 1 زائد واحد على دي 2 يعني الكيسات الموجودة، وإذا SMR اللي هو واحد على أوبزيرف هاي الأوبزيرف اللي هي يقصد بها الدي، واضح؟ ف هذا ملخص لكل القوانين. هذا هو نفسه الحكي، هو الحكي هنا فوق هم تراجع عايدة زين. شوف هنا أنا كاتب أو قصده أوبزيرف، الدور من نطلع الار فاكتور ونطلع الاس ام ار، نطلع هنا اللور وهنا الابر. هسه برسم الجروب الخامس ببروبلمين. البروبلم اي يحكي لنا يقول انه هذا اللوكيميا يصير اكثر شيء الشباب، فاريد يشوف اكثر شيء اللي ينصابون به اللي قريبين على منطقه المفاعل النووي يعني متعرضين، لو اللي بعيدين عن هاي المنطقه المفاعل النووي اللي هم ايش بهم غير متعرضين. فاجى هنا المنطقه اللي قريبه على المفاعل النووي بها 6 كيسات اصابه لخمس سنوات البوبوليشن مالتهم 10000، والمنطقه البعيده 2 كيسات هذول الان اكسبوز 2 كيسات نفس الوقت يعني 5 اير والبوبوليشن 15000. وهنا همات نفس الافكار نفس كل شيء، يعني همات مطيك 2 كيسات ويريد من عندك انه تحسب له الكونفيدنس انتربل يعني الابر واللور، وتشوف انه هل هذا سيستماتيك او راندوم باي تشانس. وهنا ايضا مطيك 2 كيسات وهنا هم مطيك كيسات 2، فهو نفس الفكره كل. راح نحل احنا اول واحد، فاول واحد راح نطلع احنا اتفقنا بال مسوينا هاي وينهن هنا اتفقنا انه شنو اذا انطانا 2 كيسات فاحنا ايش راح نسوي؟ راح نطلع له انسيدنس ريت ريشيو، اما اذا انطانا كيسات وحده فناخذ له انسيدنس ريت. فنرجع فهنا ايش راح نسوي؟ ما دام انطانا 2 كيسات فراح نحسب الانسيدنس ريت، والانسيدنس ريت وراها الانسيدنس ريت للاكسبوز، والانسيدنس ريت للانكسبوز وراها نحسب الانسيدنس ريت ريشيو. فالانسيدنس ريت للاكسبوز نقسم 6
النيو كيسز على البوبوليشن في البريد الفتره الزمنيه بير الف مضروب في الف يطلع هذا الاي الانسيدنس ريت الاكسبوز، وهذا نفس الخطوات نحسب الانسيدنس ريت النون اكسبوز، وبالتالي نطلع الانسيدنس ريت ريشيو ايش قد راح يطلع 4.61. واضح 4.61. احنا اذا نريد نحسب الابر واللور ف حصلنا على incidence rate، بقى لنا الايرور فاكتور. الايرور فاكتور مين نجيبه؟ انه اكسبونيشن اكسبونيشنال اللي هو اي هاي. اذا متفقين احنا انه اذا كيس واحد فنستعمل واحد على جذر واحد على دي، اما اذا كيسين فجذر واحد على دي 1 زائد واحد على دي 2، والدي اللي هو شنو عدد الكيسات، يعني هذا دي، شوف هذا دي 1 هذا دي 2 نرجع لهذني، هذا دي 1 هذا دي 2 هذا دي 1 هذا دي 2 وهكذا هيك. فنجي هسه نقسم 1 على 6 نجذر يعني جذر 1 على 6 زائد 1 على 2 فذني نجمعهم ونجذرهم هاي جمعناها وراح نجذرهم يطلع 0.818 نضربها في 2 يطلع 1.636. هنا نشوف الموبايل من اسويها يطلع لي 4.4 اتوقع 4.45 بس بالحاسب العلمي يطلع لي 5.13. نجي حصلنا على الايرور فاكتور وحصلنا على الانسيدنس ريت ريشيو فنجي نضربهم نحصل على شنو الابر، نقسمهم نحصل على اللور، وراها نجي نرسم. من نجي نرسم لازم نرسم فهذا اللور وهذا الابر. هسه نجي نشوف اذا قال التندنسي ينقل بين اللور والابر بنسبه 95% احنا متاكدين انه التندنسي بين اللور والابر. البي فاليو اذا كان الواحد من ضمن هاي الفتره فراح يكون شنو اكبر، اذا فالبي فاليو اكبر من 0.05 فالواحد من ضمنها هذا ويا الواحد اذا موجود ضمن الفتره، فبالتالي البي فاليو اكبر من 0.05 وبالتالي هذا ايش راح يكون يوافق النظريه وبالتالي راح يكون راندوم. زين السامبل سايز، السامبل سايز بما انه هاي فيري وايد كلش عريضه فبالتالي السامبل سايز ماخذه كلش سمول، واحنا قاعد نلاحظ ايش قد اخذ السامبل سايز 6، ايش قد هنا ماخذ السامبل سايز 2 فكلش قليل ماخذ. البروبلم بي هنا ناشي يقول لك، يقول لك انه هو صارت محاوره بين واحد ابو محطه وواحد ابو دائره الصحه وما ادري شنو هاي، فاحنا بالنهايه يعني ما نطول بالوقت انه راح نجي نحسب له نتاكد انه هل هذا نثبت انه حكي خطا، شلون؟ عن طريق انه نطلع له الكيسات. هسه انا ما راح اقرا لان شويه اذا ياخذ وقت. ف ايش منطينا؟ منطينا الاس ام ار اللي هو 194، الكونفيدنس ليميت مع الكونفيدنس انتربل هسه ما نعرف، منطينا الكونفيدنس ليميت اللي هي 99.6 هذا اللور والابر 378. فاحنا هسه شنو حسب اللي منطينا يعني هذني احنا ايش راح نجي نحسب له؟ نحسب نريد نعرف ايش كم كيس ماخذ وبالتالي نعرف هل هذه قراءته صحيحه لو قراءته خطا. طبعا اذا ماخذ كيسات قليله فاكيد قراءته راح تكون خطا. فايش راح نجي شلون احنا نحسب عدد الكيسات؟ من خلال قانون الايرور فاكتور يساوينا اكسبونينشال هذا ثابت في 2 جذر 1 على او. هذا احنا ليش قلنا او؟ قلنا اذا انسيدنس ريت مطينا بالسؤال بس فنقول اذا انسيدنس ريت مطينا بال هسه خو ليش نرجع ليش اسمه نرجع احنا قلنا اذا انسيدنس ريت فشنو القانون مال اكسبونينشال مال الايرور فاكتور 1 على جذر دي، اما اذا انسيدنس ريت ريشيو فشنو القانون عندنا راح يصير جذر 1 على دي 1، اما اذا اس ام ار فبالايرور فاكتور شنو القانون راح يصير؟ راح يصير 1 على اوبزرف. نرجع نكمل هذا وين هذا. فهسه هذا الاوبزرف يمثل شنو؟ يمثل الدي، او يمثل شنو هذا الاوبزرف يمثل الدي، او تقدرون تقولون انه عدد الكيسات اللي ماخذ. فشلون نحصله؟ هذا ثابت اللي هو شلون اللين ثابت، هذا شلون اللين شلون اللوج. الايرور فاكتور اللي هو احنا نريده، مين نجيب الايرور فاكتور؟ نجي اما من قانون الابر او من قانون اللور. فهسه راح نجي الى قانون، انا حلكم اياها بطريقتين.
قانون الابر اللي هو شيء يساوي الاس ام ار في ايرور فاكتور. احنا نريد الايرور فاكتور الاس ام ار عندنا والابر عندنا، راح نجي طرفين نقسمهن، صراحة يصير الابر على الاس ام ار. من نجي نقسم راح يطلع الناتج 1.95. نجي الى اللور. اللور شنو قانونه؟ قانون اس ام ار نقسم على ايرور فاكتور، فانا هاي القسمه حولتها الى ضرب واحد على ايرور فاكتور. الدور ضرب الطرفين بوسطين، بس شو اسمه؟ ايش صارت؟ صارت الايرور فاكتور يساوي الاس ام ار على اللور. من اجي اقسم 194.96 يطلع 1.7947، يعني بالتقريب يطلع شنو؟ يطلع الايرور فاكتور هو ايش قد؟ 1.95. فهسه احنا حصلنا على الايرور فاكتور، نجيبه نحطه هنا، الاكسبونيشال هو ثابت، وهذا شنو؟ اللي هو 2 جذر 1 على او. هذا شلون معامل من الرياضيات. فنجي هسه اذا اريد نتخلص من هذا الاكسبونيشال، مين نتخلص من عنده؟ عن طريق اللين، لان احنا ندري انه لين الاي يساوي 1، فنحط اللين للطرفين، لين الاكسبونيشال راحت، هاي بعد لين الاكسبونيشال راحت. بقى لنا هنا لين ال 1.95. فوراها نجي هذا اللين نحوله الى شنو؟ الى 0.66، انه بالحاسبه حولناه الى 0.66. وهنا بقى الاثنين نختصرهم من الطرفين، راح يطلع الناتج 0.33 يساوينا شنو؟ هذا هنا يساوي جذر 1 على، ونتخلص من الجذر عن طريق شنو؟ تربيع الطرفين. فهذا نتخلص من عنده بالتربيع راح يروح، وهذا ايضا بالتربيع الربعة، فراح يطلع الناتج 0.11 يساوي 1 على observe. نضرب طرفين بوسطين، 1 تقسيم 0.11 يطلع 9 كيسات، ويطلع 9.01، فهاي يهمل، فاحنا راح نقول 9 كيسات. إذن هو ما هو شنو؟ عدد كيسات كلش قليل، فما من المعقول أنه يسوي له بحث على عدد كيسات قليل كلش. هاي خاف تردوها الصورة. لهنا خلصنا السيشن الرابع، السيشن الرابع من الهيلث اند ديزيز ويا هيد سمول جروب الخامس، البروبلم اي والبروبلم بي. كنت وياكم صادع نافع الاسدي. اذا استفاديتوا من المحاضره اقرأ الفاتح لوجه الله، اهدوا ثواب الام والبنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.